السلام عليكم دكتور عمراني سنة، أخصائية أمراض الكلى وتصفية الدم بفاس، مركز أمراض الكلى وتصفية الدم السفا جاء في إطار مبادرة الوطنية لتعميم التغطية الصحية ديال سيدنا محمد السادس. دونك حنا شفنا بأن هاد لا ريجيون هادي فيها خصاص في مراكز أمراض الكلى وتصفية الدم، دونك جات الفكرة بأننا نديرو هاد مركز صفا بشارع محمد السادس بفاس. مركز صفا كيتوفر على ثلاث طوابق، فيهم يعني أسرة مختلفة بأجهزة حديثة، والهدف ديالنا في هذا المركز هو تقديم أحسن تصفية الدم يعني بأحسن تقنيات بإذن الله، اي بيان سور بالاعتماد اساسا على الحاله النفسيه ديال المريض، لان احنا كاطباء الكلي اكثر وحدين كيعرفوا شنو كيعانيو مرضى القصور الكلوي يعني في حالتهم النفسيه. مركز امراض الكلي وتصفيه الدم السفا ما كيوفرش غير لا دياليز، مي كيتبع المرضى اللي عندهم بعض الامراض المزمنه، بينهم مرضى اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي، اللي عندهم امراض السكري، اللي عندهم امراض مزمنه اخرى، داكوغ، كيتبعوا أوسي امراض الحصى الكلي، اي اونكوغ بيان سور كنتبعوا يعني المرضى اللي باغيين زراعه الكلي وتحضير زراعه الكلي بيان سور. بلا ما نساو في التالي بان المركز كيتوفر أوسي على الغسيل البيريتوني. دونك مرحبا بكم، الحمد لله أثمنة مناسبة جدا، دونك مرحبا بكم في مركزكم مركز الصفا. السلام عليكم. كلتوم صادوق، هذه 15 عام وانا كندير الدياليز في دار المهراز. باغا نتحول ان شاء الله لهنايا، لانه السونتر اول حاجه يعني في المستوى، وبالنسبه للدكتوره سنه كتخدم يعني بضمير، يعني ماشي كنشكرها حيت خدمت معنا بعدا في دار المهراز، انسانه ونعم الدكاتره، يعني كنقولها من قلبي ماشي كنبالغ فيها. هادشي اللي كان بطبيعة الحال بان الناس تكون مرضى يعني نفسانيين مرتاحين، فهمتي؟ يعني هادشي اللي كان السونتر زوين بزاف، كلشي التجهيزات يعني، واهم شيء الدكتوره سنة يعني صحيح ماشي. شكرا على المشاهدة، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.